هنعمل صدور دجاج كده بانيه مقرمش، فاللي هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس هقول لكم بقى انا عملت ايه. يعني النهاردة كده بالنهار قلت اعمل لهم فرخة كده اهوت، وخدت بقى ايه، خدت منها بعد ما قطعتها قلت اخد الصدر كده اهوت واعمل بيه ايه، يعني وصفة تانية يعني عشان اطلع منه بانيه كده اهوت واعمله لهم ايه جنب اكل تاني يعني، فيبقى تغيير كمان. فانا خدت الصدر بتاع الفرخه وبعد كده بقى ايه قطعتها شرايح. فطبعا اللي الخطوات دي انا ما صورتهاش لان بصراحه كنت بعمل اكل ومشغوله في المطبخ، ف يعني ما عرفتش ان انا ايه اصور. بس انا بعد ما قطعتها كده ايه شرايح كده حبايبي زي ما احنا شايفين، بدأت اللي انا بقى ايه احطها في كيس، يعني بتفرديها في كيس كده اهوت، وهنا بقى باللي هو الشاكوش الخشب ده اهوت، وببدأ بقى اللي انا ايه ادق عليها لحد ما افردها. ده كده بيبقى شكلها. بعد ما بفردها بقى احنا شايفين حبايبي الخطوط اللي انا عاملاها هنا دي، بعد ما بفردها مش بقطعها للآخر، لا هي من فوق الوش كده بس، بعمل بالسكينة كده خطوط بالطول كده بس، وبرجع تاني ايه بالعرض، فبتبقى معايا كده بالشكل ده. ليه بقى انا بعمل الخطوة ديت ليه؟ عشان لما تيجي تتحمر بعد كده ما تلاقيهاش اللي هي ايه كشت كده معاكي مرة واحدة كده اهوت، لا تتن، يعني تتن ايه مفرودة يعني. ببدأ بقى اللي انا ايه بحطها بقى، بحط عليها حبايبي، بجيب بصلاية كده صغيرة ببشرها وبعصرها كويس كده يعني من المية، وبحطها بقى هي والبصلاية بالتفل بتاعها ايه عليهم، ما كده حبيبي زي ما احنا شايفين، وعصرت عليها ليمونة كده صغيرة بس كده، ما بحطش بقى ايه الملح علشان يعني صدور الدجاج يعني ما تنزلش الفوائد اللي فيها. ببدأ بقى اللي انا احطها في التلاجة لمدة كذا ساعة يعني، ولو بيتيها كمان ليلة بيبقى حلو، لان هي بصدور الدجاج يعني بتاخد طعم كده من التتبيلة حلو كمان. ساعة الاكل كمان بتديكي طعم جميل جدا. هنا بقى حبايبي بعد انا ما سبتها كده اهوت يعني ليلة كده اهوت، دلوقتي بقى ايه انا جبت بيضة كبيرة وحطيت عليها بقى ايه رشة ملح ورشة فلفل اسمر. انا بحط الملح بقى ايه مع البيضة، يبقى انا كده ما حطيتهوش هنا في التتبيلة، بحط اخر حاجة هنا مع البيضة ماشي. فانا اهوت بقى معايا ده كده خلطة الكيس ده اهوت اللي هو خلطة الدجاج المقرمش اللي هو على البارد يعني، ده بيبقى شكله كده حبايبي. انا خدت منه شوية في الطبق كده زي ما احنا شايفين. بس كده. فدلوقتي بقى ايه هنبدأ بقى اللي انا ايه اشتغل. يبقى كده حبايبي زي ما قلت لكم، ما اللي انت بعد ما تقطعي الفراخ شرايح بتبداي اللي انت في كيس زي كده، بتبداي اللي انت تحطيها كده من جوه الكيس كده، وتدقي عليها بقى كده على الرخامه بالشاكوش كده، بس يعني مش تفرديها قوي يعني، لا يعني دقات كده ايه اللي هي تتفرد بس ايه معاكي، ما تبقاش رفيعه جامد يعني، تبقى معاكي بالسم كده كده. هنبدأ بقى دلوقتي لما هنا معايا اللي هي مقطعة اكياس هنا كده اهوت، لان انا هعملها دلوقتي في البيض اللي هو الفيجيتار ده اهوت، فهبدأ بقى ايه اللي هو هشيلها في الفريزر وبعد كده هقليها ايه يعني هقليها ايه كمان شوية. دلوقتي بقى حبايبي هنبدأ معايا الطبق ده كده عشان هنشيل فيه، هاخد بقى كده اهوت واحدة واحدة من غير البصل بقى، من غير تفل البصل، طلع تفل البصل كده منه، وهبدأ اللي انا اقعصها كده في البيض اللي انا حاطه عليه ملح وفلفل كده، وهبدأ بقى اللي انا ايه احط عليها الخلطة بتاعتي. طبعا انا بعد ما بعملها بفرد كده اهوت
بعملها كده بضغط عليها عشان كمان يعني تتفرد معايا، وفي نفس الوقت اللي هي الخلطة دي بتمسك عليها. كده حبايبي بتبقى معايا كده بالشكل ده كده. هبدأ بقى ان انا ايه، اخد كيس كده احطه في الطبق كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ ان انا ايه ارصها كده اهوت، واخد بقى ايه كيس تاني كده فوق منها، واعمل بقى ايه طبقات كده. طبعا انت لو عايزة كمان تعمليها وتعملي الحكاية ديت وتشيليها في الفريزر واي وقت بقى تطلعيها، تطلعي على القلي على طول. لا كده حبيبي، كده حبايبي كده بقى ايه، نرجع تاني بقى بعد كده ونشوفه مع بعض ايه، نحمرها بقى ايه ونشوفها مع بعض ايه سوا. إيه كده حبايبي، هبدأ بقى اللي انا احمر اللي هي الصدور البانيه كده اللي انا عملتها معاكم. انا حطيتها في الفريزر ودلوقتي طلعتها كده يعني تاني يوم كده اهوت، سبتها بس ايه تفك حبة كده من الفريزر كده بره الفريزر شوية. وبعد كده ايه هبدأ ان انا ايه احمر. شايفين هي لسه يعني هي فكت من فكت شوية، بس يعني ماسكة نفسها ازاي يعني. دلوقتي بقى هبدأ ان انا ايه احمرها في الزيت. كده حبيبي انا قلبته، ما هبدأ بقى ان انا اسيبهم شوية كده كمان لحد ما ياخد الجنب التاني كده اهوت، ياخد لون برضو ذهبي يعني، وما تغمقهاش خالص يعني، يعني يبقى اللون بتاعها كده اصفر. بس هبدأ بقى ان انا ايه اطلعها. كده بقى حبايبي انا هكمل بقية الكمية. كده حبايبي زي ما احنا شايفين كده، كده خلاص حمرتهم كلهم. ما تغمقهاش خالص، خلي كده الصدور كده البانيه كده تبقى لونها ذهبي كده بتبقى احسن. وزي ما شفنا حبايبي وريتكم برضو لما في اول الفيديو يعني، لما وريتكم الخطوط اللي انا كنت عاملاها فيها كده من غير ما انزل لتحت خالص بالطول وبالعرض، شايفين معايا بتن معايا الحتة زي ما هي، ولا بتكش ولا اي حاجة خالص. بتحمريها بتفضل معاكي كده ايه زي ما هي بنفس نفس الحجم اللي انت عاملاه. فهي الخطوه ديت ايه، الخطوه دي مهمه جدا حبايبي. كده بقى انا هقدمها كده اهوت مع رز وبطاطس كده شيبسي، انا اللي عاملاها البطاطس ديت جميله جدا. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم.
زي ما شفنا الطريقة بتاعتها كانت سهلة جدا وبسيطة، وكمان الطعم بتاعها كمان جميل جدا، لأن أنا بيتها كمان يعني في التتبيلة اللي أنا قلت لكم عليها، مية البصل والليمون، وسبتها في التلاجة كده هوت ليلة، بيخلي طعمها جميل جدا. أتمنى حبايبي اللي انتوا تجربوه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده بيتزا الخلاط، طريقة سهلة جدا وسريعة، تقدري إن أنت تعمليها لأولادك. يلا بينا حبايبي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مع بعض احنا هنحتاج لإيه. هنا حبايبي هنحتاج نص كوباية لبن، وهنحتاج كاتشب وفلفل الوان غسلاه مقطعاه كده شرايح، ربع كيلو جبنه موتزاريلا، زيتون اسمر، هنا اقل من النص كده، اقل من النص الكوبايه زيت، يعني بحاجات كده بسيطه. معايا هنا بيضه كبيره، كوبايه ونص دقيق كده زي ما احنا شايفين. كده معانا كده المقادير كده حبايبي، وهنا معايا معلقه ونص كده صغيره بيكنج باودر مليانه، وربع معلقه صغيره كده ايه ملح. وهنا معايا بقى في الكوبايه دي كده ربع كوبايه ميه، وحط عليها معلقه صغيره سكر، وحط عليها معلقه كده صغيره خميره، بس انا ما كانش عندي خميره فوريه، انا حطيت خميره بيره اللي استعملتها ايه النهارده. في بقى حاجه اقول لكم عليها برضو، لو عندك بواقي فراخ ممكن انت تقدري اللي تستعمليها في البيتزا ديت النهارده، وهقول لك ازاي اللي انت تعمليها. بس انا النهارده مش هعملها مش هحط فيها فراخ، بس انا بس ايه حبيت اللي انا اقول لكم، ما اللي حابب يعملها ممكن تضيفي عليها بواقي فراخ، ممكن تحطي لحمه مفرومه معصجه في الحشو بتاع البيتزا. بالنسبه بقى لو عندك بواقي فراخ هتعمليها ازاي، هتجيبي معلقتين زيت وتحطيهم في يعني في اي حاجه كده على النار مقليه ولا اي حاجه، وهتبداي ايه اللي انت تجيبي بصلايه كده صغيره، بصلايه كده وسط يعني، تكوني مقطعاها، وهتبداي ان انت تحطيها على الزيت، وطماطمايه كده متقطعه يعني مبشوره كده او متقطعه يعني قطع صغيره كده اهوت، وهتبداي ان انت تضيفيهم عليها، وتبداي بقى ان انت تفصصي قطع الفراخ مثلا اللي عندك قطع صغيره كده اهوت، وتبداي ان انت تحطيهم مع بعض كل دوت على النار، وتبداي ان انت تحط لهم يعني سنه توم كده اهوت، لو عايزه تضيفي توم يعني ممكن تضيفي بقى الفلفل الاسمر، رشه ملح كده يعني، ودي هتبقى ايه حشوه كده، انت بتعملي حشوه اللي انت تضيفيها على الايه على البيتزا، وتحط لها برضو فلفل الوان كل دوت ايه على النار. يبقى انت كده بتجهزي الحشوه بالنسبه لحشو الفراخ لو عندك بواقي فراخ. اقول لكم برضو لو بالنسبه بقى اللحمه اللي هي المفرومه المعصجه، لو عندك بقى لحمه مفرومه معصجه هتضيفيها على طول. لا وبس كده حبايبي، يعني كده بقى انا هنبدا دلوقتي، ونبدا بقى اللي انا ايه انا هنحط بقى في الخلاط، هضيف البيضه وهنضيف الزيت. انا عندي ابني ما بيحبش الفراخ ولا لحمه ولا سمك كده، فانا مش هحط له فيها حاجه النهارده، هعملها له كده. كده حبايبي هبدا اللي انا اضرب دول كده مع بعضيهم في الخلاط، ونرجع تاني. كده حبايبي انا كده ضربت الخليط اللي انا قلت لكم عليه في الخلاط كده مع بعضه، اللي هو اللبن والبيض والزيت. دلوقتي انا معايا صينيه مجهزاها ودهناها زيت، هشيلها بس دلوقتي كده على جنب عشان اعرف ان انا احط الحاجه من تحتي، وهنا هنضيف بقى الحاجات ديت كده اللي هي الحاجات السايله ديت اللي انا ضربتها في الخلاط. وهبدأ اللي انا اضيف عليهم الخميره اللي انا مجهزاها، الفراخ بقى دي كده انا هنشيلها على جنب لان انا مش هستعملها،
بس انا حبيت بس اللي انا اقول لكم عشان لو انت عايزه ايه تحطي فيها حشو فراخ يبقى انت كده ايه عارفه. دلوقتي بقى هبدا اللي انا حبايبي هنزل بقى بالدقيق كوبايه ونص، وهنضيف عليهم معلقه ونص البيكنج باودر والربع معلقه كده صغيره اللي هي الملح. دلوقتي بقى ايه هقلب دول كده مع بعضيهم. شايفين حبايبي بتبقى عامله زي العجينه كده بس مش ماسكه قوي يعني، تبقى ايه ولا سايله ولا يعني، هنوريكم قوامها دلوقتي تبقى حلوه. اهي حبايبي شايفين ما. ده كده القوام بتاعها. دلوقتي بقى هبدا اللي انا ايه كده هحطها بقى في الصينية. دلوقتي بقى ايه هفردها كده في الصينية. طبعا تجيبي كده شوية مية كده في حاجة المية بتساعد معاكي اللي انت ايه تفرديها ايه في الصينية كويس. تبلي ايدك مية وتفردي ايه. بنتي وصلت بقى لسه واصله، ف كنت انا نزلت سنده التليفون فهي بقى ايه بتساعدني يلا عشان تظبط لكم الصوره كويس. كده حبايبي زي ما احنا شايفين كده انا عملتها كده اهوت. هشرب بقى ايديا وارجع تاني. كده حبايبي هبدا بقى اللي انا ايه اضيف عليها الكاتشب.
تبدأي بقى اللي تتوزعي بقى عليها اي حشو انت عايزاه. زي ما قلت لكم الحشو اللي انا قلت لك تعمليه على النار اللي هو بتاع الفراخ، لو انت عايزه تحطيه بتحطيه بقى في المرحله ديت كده، بعد الكاتشب. طبعا هو بيبقى مع الفلفل الالوان، بس انا هنا هنحط الفلفل الالوان ايه كده، يعني زي ما هو كده ايه ني كده. عندي ابني نباتي، ما بيحبش الحاجات التانية. زود الزيتون كمان. انا بقى حابه ان انا اضيف عليها الجبنه، والفرن انا مولعاه. هي دي ما البيتزا دي ما بتغيبش في الفرن، يعني على طول كده ايه بتلاقيها خلصت. آه كده بقى حبايبي انا هدخلها على الفرن كده اهوت. كده حبايبي البيتزا كده خلصت كده معانا زي ما احنا شايفين. كده انا لسه مطلعاه من الفرن. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اقطعها كده ونوريها لكم. ما شايفين حبايبي طريقتها سهلة سهلة جدا وبسيطة. طبعا هي لسه سخنه معايا، الصينيه لسه سخنه، طلعتها يعني دافيه بس حاسه برضو ايه لسه. هي المفروض ان انا اسيبها بقى ولما تبرد وبعد كده ايه يعني اقدمها بقى. اطلعها من الصينيه قبل ما اشوفه، عايزه اوريكم حته بس. طبعا لو انت حاطه فيها بقى اي حشو شايفين البخار اللي بيطلع، عشان هي لسه سخنه. شايفين حبايبي شكلها جميل ازاي؟ يعني جيبي من جوه كده يا ندى وري لهم شكلها. جميله جدا. نعم طبعا بقى لما تحطي فيها برضو حشو فراخ او لحمة مفرومة بتبقى حلوة. دي بيتزا اقتصادية جدا اهيت، يعني بشوية فلفل وزيتون وكده وكاتشب عملنا احلى بيتزا اهيت. كده حبايبي اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. بحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الورقي، ام ندى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. مع